إني المرشح محمد خشبان محمد الجرجري رقم القائمة 162 تسلسل 18. برامجنا في الحملة الانتخابية الحالية هي محاربة الفساد بالدرجة الأولى وإعادة النازحين إلى محل سكنهم، حيث أن أكثر النازحين هم من المناطق المتنازع عليها ومناطقهم مدمرة وبحاجة إلى إعمار وإعادة تأهيل البنى التحتية الخاصة بهم. كما نطلب تطبيق الدستور بشكل كامل وليس بشكل انتقائي، يعالج بعض الأمور ويترك الأمور الأخرى، ونهيب بالمواطنين بالحضور إلى الانتخابات في يوم 12/5/2018.